يا مرمضان ردي عليا يا اختي. مرمضان ما جبلكيش يا اختي حبه ميه؟ مساء الخير يا معاذ. يا ساتر يا رب، مساء النور. اتاخرت كده ليه يا بنت النهارده؟ اعمل ايه غصب عني لحد ما الواد غفل ونام وقمت خدت بعضي وجيت. ام رمضان مش عجباني ابدا النهارده. ليه؟ مالها؟ كفل الشر. ساكته خالص، اكلمها ما تردش، ولا راضيه تنطق، ولا راضيه تدوق لقمه ولا شويه ميه. حول الله يا رب. طب ما ندهتلهاش الدكتور ليه؟ دكتور ايه بس يا بنت؟ هو هنا في دكاتره؟ ده انا غلبت وريقي ناشف. ام رمضان قومي يا حاجه كلي معايا، انا ما اكلتش حاجه وجعان. يا ام رمضان هي مال جتتها ساعه كده ليه؟ روحي يا بنت بسرعه اتصرفي، شوفي اي حد بره. والنبي يا ست الدكتور، ما تشوفتيش دكتور هنا ولا حاجه؟ الو. ايوه يا نعمة يا بنتي، خير ان شاء الله. مالها من الاستاذ رمضان؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب اقول لك ايه، خليكي زي ما انت، اي مسافة سكة اكون عندك. ها يلا مع السلامة. انا عايز اقول لكم على حاجة، انا بعد ما صححت وراكم كلكم لاحظت يعني ان معظمكم مش عارف الفرق بين الفعل والفعل المفعول به. هقول لكم حاجه، احنا هنقول اكل بيير الطعام، يبقى بيير هنا فاعل، اكل فعل، الطعام مفعول به. لكن لو قلنا اكل الطعام يبقى الطعام هنا نائب فاعل. بشكل عام يعني الحقيقه مستواكم اتقدم الحمد لله، وبعدكم كتب مواضيع انشا بألفاظ رصيني ولغه عربيه هايله، يعني يمكن بعض الشباب في بلادنا العربيه يعني ما يعرفش يكتب الطريقه دي الحقيقه يعني. فاني مبسوط منكم جدا. ده سؤال، عندي بروبلم. يعني ايه يا اختي دي بروبلم ودي زبلاي؟ مشاكل شويه. ايوه، بصرف النظر عن المشاكل اللي انا مش مقتنع بيها حتى لو عرفتيه، انا اللي يحترم حصتي يحضرها. معنى ان ما يحضرش او يتاخر يبقى ما يحترمنيش ولا بيحترم العلم اللي انا بقوله. اتفضلي يا انيسه مع السلامه. اتفضلي لو تكرمتي. سلامة. كنا بنقول ايه؟ على مهلك عليها يا اختي. اسم الله عليك. خير خير ان شاء الله. انا هوديها مستشفى في مصر، ما تقلقوش من اي حاجه. ربنا يخليك يا رب، ما نتحرم منك ابدا. ولا نتحرم منك يا بركه. يا رب ما تخبى عليك يا اخوي. على مهلك. كتر الف خير. كتر خيرك يا حاج. عيب يا نعمة يا بنتي، ما تقوليش كده، ده احنا اهل. يا بنت خدي شنطة الهدوم ما تنسيهاش. معلش. مع السلامة. يلا. سلامتك يا حبيبتي. سلامتك. اتفضلي. سلامتك يا ابو رمضان. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك، ربنا يخليك. طمني. الحمد لله ان احنا جبناها على هنا. بكره تخف وتبقى زي الفل. يا رب. الحمد لله. انت كريم يا رب. كتر خيرك يا حاج. اسمعي يا بنتي، من النهارده ما تشيلوش هم حاجه ابدا. يا سلام. كل يوم حاجه تطمن عليها. الهي ربنا يخليه. ربنا يخليه. الهي ينجيه. يلا فوتكم بعض. يا رب ما تشوف حاجه وحشه ابدا. ربنا يخليه. ربنا يخلي لك شعبان ابنك يا رب. والله يخليك. حاج حبيبي.